طلاب الأعزاء، النهاردة لينا ميعاد مع محاضرة جديدة من محاضرات الـ Introduction to Anatomy، والنهاردة هنتناقش مع بعض إن شاء الله في موضوع الـ Joints أو المفاصل المختلفة. لما نيجي نتكلم على الـ Joints هنسأل نفسنا في الأول What is a joint؟ إيه هو المفصل؟ هنقول the joint is the site where two or more bones meet، مكان التقاء عظمتين أو أكتر، or it is the site of meeting of a bone and the cartilage، يعني المفصل إما التقاء عظام مع بعض أو التقاء عظام مع غضاريف. Some joints show movements، بعض المفاصل بيظهر فيها حركة، and others have no movements، بعض المفاصل موجودة ولكن ما فيهاش حركة واضحة. ده تعرفنا للمفصل أو what is a joint. لما نيجي نشوف types of joints، وده موضوع مهم جدا، هنقول the joints are classified according to their structure and mobility، يعني هنصنف الجوينتس لثلاث أنواع حسب التركيب بتاع المفصل وحسب الحركة اللي فيه. There are three types of joints، ثلاث أنواع رئيسية للجوينتس. أول نوع هو fibrous joints أو المفاصل الليفية. النوع الثاني cartilaginous joints أو المفاصل الغضروفية. ثالث نوع هو synovial joints، وده النوع الأكثر اهتمام بالنسبة لنا واللي بيحصل فيه معظم movements أو الحركات. So the joints that we have are either fibrous joints، number 2 cartilaginous joints، and number 3 synovial joints. أول نوع هنتكلم عنه هو fibrous joints. In the fibrous joints the articular surfaces، articular surfaces يعني surfaces اللي بتتقابل مع بعض عشان تعمل المفصل. The articular surfaces of the bones are joined by fibrous tissue، يعني العظمتين مربوطين مع بعض بنسيج ليفي، عشان كده سميناهم fibrous joints. يبقى الفايبر جوينتس هنلاقي فيها الارتيكولار سيرفيسز اوف ذا بونز ار جوينت او كونكتد توجذر باي فايبر تيشو. الموفمنت في الفايبر جوينتس اخبارها ايه؟ ذا موفمنت از فيري ليتل موفمنت از بوسيبل، فيري ليتل موفمنت از بوسيبل، يعني لو في موفمنت هيبقى الموفمنت فيري ليتل او ممكن ما يكونش في موفمنتس اطلاقا. What are the examples of the fibrous joints؟ هنلاقي الفايبر جوينتس في جسمنا في ثلاثة examples فقط. أول حاجة sutures of vault of skull، number 2 inferior tibiofibular joint، number 3 joints between the teeth and the jaws. تعال نشوفهم كده مع بعض. أول نوع من الفايبر جوينتس هم sutures of the skull. لو مسكنا السكال هنلاقي السكال معمولة من several bones، وما بين كل bone والتانية في خط زي الزجزاج كده. هذا الخط اللي زي الزجزاج اللي رابط البونز بتاعت السكال مع بعض بسمي دول sutures of the skull. ده أول نوع من الفايبرس جوينتس، sutures of the skull. طيب هل السوتشرز دي بيحصل لها اوسيفيكيشن؟ ايوه، in the old age these sutures may ossify، يعني لو شفنا سكال بتاعت حد old aged عايش لغاية ما بعد السن الستين مثلا ممكن نلاقي السوتشرز دي اما مش موجودة لانها اختفت، حصل لها اوسيفيكيشن او تحولت لبون، او بعض السوتشرز القليلة هي اللي موجودة. يبقى اول نوع من الفايبر جوينتس هم السوتشرز of the skull and they ossify by age. الاكزامبل الثاني بنسميه سيندزموزس، اللي هو مين؟ اللي هو الانفيرير تيبيو فيبولار جوينت. تيبيو فيبولار يبقى جوينت بين التيبيا والفيبولا، وانفيرير ليه؟ لانه بيربط اللور اند اوف ذا تيبيا وي ذا لور اند اوف ذا فيبولا. لو عندنا هنا الليج هنلاقي هنا الانفيرير تيبيو فيبولار جوينت كونكتنج the lower end of the tibia with the lower end of the fibula. هذا النوع بنسميه syndesmosis. And the two bones are connected by strong fibrous tissue. يعني اللي رابط ال two bones مع بعض أو الجوينت نفسه عبارة عن إيه؟ strong fibrous tissue بسميه interosseous ligament. inter يعني ما بين، osseous يعني بون، فinterosseous ligament يبقى الليجمنت اللي بين البونز أو الليجمنت اللي بين العظمتين. Which does not ossify. هذا الجوينت does not ossify، يعني هيفضل fibrous tissue طول العمر. وقلنا الاكزامبل هو الانفيرير tibiofibular joint.
ومهم جدا ان احنا يكون عندنا الانفيريور تيبي فيبر جوينت ده فيري سترونج فايبر تيشو، ما يكونش فيه موفمنت لان البودي ويت نازل على هذا المفصل، وبالتالي مهم جدا ان احنا نفضل مثبتين اللور اندز اوف ذا تو بونز توجذر عند اللور بارت اوف ذا ليج. يبقى اتكلمنا في الفايبر جوينتس على اول نوعين، ذا سوتشرز اوف ذا سكال في قمه الجسم، ذا انفيريور تيبي فيبر جوينت ان ذا لور end of the body. الاكزامبل الثالث بنسميه جومفوزس، ده عباره عن ايه؟ فايبر جوينتس بتوين ذا روتس اوف ذا تيث اند ذا جوز. يعني لما نلاقي هنا ادي درس او سنه من الدروس او الاسنان متثبته بالفك بفايبرس تيشو، بسمي ده جومفوزس جوينت. سو ات از فايبر جوينت بتوين ذا روتس اوف ذا تيث اند ذا جوز. الفك العلوي جزء من عظمة في السكال اسمها ماكزيلا، والفك السفلي هو المندبل. So the gomphosis أو الفايبر جوينتس عبارة عن جوينتس between the roots of the teeth and the jaw، either the maxilla in the upper teeth أو المندبل in the lower teeth. هذه الجومفوزس جوينتس دي do not ossify، هتفضل fibrous tissue طول العمر. يبقى معنى كده ان النموذج الوحيد which may ossify with age في الفايبر جوينتس هما السوتشرز اوف ذا سكال، لكن السيندزموزس اند ذا جومفوزس دي do not ossify. The ligaments are held together in bony sockets، يعني هنا الليجمنتس بتثبت العظام في الجيوب بتاعتها اللي موجوده في الفك. And these are movable joints، يعني ما فيهاش حركه. لو حصل ان سنه او درس تلخلخ في مكانه او في حركه، يعني هذه اللوث تيس او المتحركه تعني باثولوجي، تعني ان في مرض في الفك او الاسنان، ولكن نورمالي ذا تيس ار بروبرلي فيكسد ويذ نو موفمنتس. يبقى ده النوع الثالث من الفايبر جوينتس وهو الجومفوزس. طيب يبقى تاني عشان نفتكر، الفايبرس جوينتس عباره عن بونز كونكتد توجذر باي فايبرس تيشو. اول نموذج كان السوتشرز اوف ذا سكال بتوين ذا ديفرنت بونز فورمينج ذا سكال، اند ذيس سوتشرز مي اوسيفاي باي ايج. النوع التاني هو السيندزموزس اللي هو الاكزامبل بتاعه انفيريور تيبيو فيبولر جوينت، ذا بونز ار كونكتد توجذر باي سترونج فايبرس تيشو او انتر اوسيس ليجمنت، ذيس joint does not ossify. والنوع الثالث هو الجومفوزس between the teeth and the jaws، and these joints show no movement، مفيش حركة إطلاقا، ولو في حركة يبقى في مرض. ثانيا they do not ossify. النوع الثاني من الجوينتس the cartilaginous joints، هنا the articular surface of the bones are joined by cartilage. يبقى قصة سهلة، الفايبر جوينتس الارتيكولار سيرفيس كونكتد باي فايبرس تيشو، اند ذا كارتلج جوينتس ذا ارتيكولار سيرفيس ار جويند باي كارتلج، يعني العظمتين متثبتين مع بعض بغضروف. هنلاحظ ان الكارتلجن جوينتس نوعين، النوع الاول برايمري كارتلجنس جوينت، والنوع الثاني سكندري كارتلجن جوينت. يبقى احنا عندنا برايمري كارتلجن جوينت اند سكندري كارتلجنس جوينت. طيب محتاجين نعرف ايه الفرق بين الاثنين. In the primary cartilaginous joint, the articular surface of the bones are connected by hyaline cartilage. احنا عندنا الكارتلج انواع، في نوع شائع جدا هو الهايلاين كارتلج، وعندنا نوع تاني هو الوايت فايبرو كارتلج. هنشوف النوعين دول مع بعض النهارده. فهنا في البرايمري كارتلج جوينت ذا ارتيكولار سيرفيس اوف بونز ار كونكتد باي هايلاين كارتلج، يبقى كارتلج اللي هيبقى بين البونز هيبقى هايلاين كارتلج. They does not allow movements، يعني البرايمري كارتلاجين جوينت ده ما فيهوش موفمنتس. النقطة المهمة جدا ان البرايمري كارتلاجين جوينتس اوسيفاي وذ ايج، يعني في مرحلة من مراحل العمر هيحصل اوسيفيكيشن للكارتلج ويتحول الى بون. عشان كده بنوصفهم نقول ان these are temporary joints، يعني مفاصل مؤقتة مش موجودة طول سنوات العمر. With old age ممكن يحصل ossification لهذه primary cartilage joint. ونفتكر كده ان ده هيبقى الفرق الاساسي والاهم اللي بيميز primary cartilage joint عن secondary cartilage joint اللي هنجيلها بعد شوي. So the primary cartilage joint ossify with age. ايه examples؟ joints between first costal cartilage and sternum. احنا قلنا الريبس الجزء اللي شابك في الاسترنم بتاعها بنسميه costal cartilage. الريب هنا لما يجي يشبك في الاسترنم اخر جزء منه عبارة عن cartilage اسمه costal cartilage.
فالجوينت اللي بين الفيرست كوستال كارتري بتاع الفيرست ريب اند ستيرنم، الجوينت اللي هنا ده كده، ده هيبقى برايمري كارتلاجينس جوينت. وايضا ذا جوينتس بتوين ذا ريبز اند اتس كوستال كارتريج، يعني الجوينت اللي هنا اللي بين الريب والكوستال كارتريج ده برضو برايمري كارتلاجينس جوينت. يبقى الجوينت اللي بين الفيرست كوستال كارتريج فقط والستيرنم، والجوينتس اللي بين الكوستال كارتريج والريبز دي برايمري كارتلاجينس. نوع تالت مهم هو الابيفيزيال كارتليج. الابيفيزيال بليت اوف كارتليج دي اتكلمنا عنها في محاضرة البونز المحاضرة اللي فاتت، لما قلنا انها بتبقى موجودة بين الابيفيسس والدايفيسس وبتسمح باستطالة البون، لكن قلنا ان عند سن معين الابيفيزيال كارتليج دي هيحصل لها اوسيفيكيشن، وهنا هتتوقف البون عن النمو في الاستطالة. عشان كده بنقول الابيفيزيال كارتليج بتوين ذا ابيفيسز اند ذا ميتافيسز، اللي هي اقرب حته من الدايفيسز للكارتليج اوف لونج بونز، ولان قلنا ان دي الابيفيزيال كارتليج عند سن معين هيختلف من شخص لاخر ومن ميل لفيميل، لكن قلنا في الاغلب ما بين سن من 16 ل 21 تكون كل الابيفيزيال كارتليج دي حصل لها اوسيفيكيشن، وبالتالي هي كارتليج بيحصل لها اوسيفيكيشن، فهي برايمري كارتليجن جوينت وهي تمبري جوينت زي ما اتفقنا. رابع اكزامبل للبرايمري كارتليجن جوينت، جوينتس بتوين بونز اد سكال بيز، ده القاع بتاع الجمجمه بيبقى في بعض المناطق فيه كارتليج، زي في المنطقه هنا دي تقريبا بيبقى فيه كارتليج ذات اوسيفايز ويز ايج، ممكن يحصل لها اوسيفيكيشن عند سن 20 او 25 سنه الكارتليج اللي موجود في البيز اوف ذا سكال، فبرضه ده يعتبر تمبري جوينت تبع البرايمري كارتليجنس جوينتس. طيب يبقى اتكلمنا على انواع البرايمري كارتلاجين جوينتس والاكزامبلز المختلفه بتاعتها. تعالوا بقى نتكلم عن النوع الاخر الاكثر اهميه اللي هو السكندري كارتلاجين جوينت. هنا ذا ارتيكولار سيرف ذا بونز ار كونكتد باي دنس وايت فايبرو كارتلج. هنا اختلفنا بقى، احنا كنا في البرايمري كارتلجنز بنقول ان الكارتلج اللي بيربط البونز هاي لاين، لكن هنا معظم الكارتلج اللي هيربط البونز هيبقى وايت فايبرو كارتلج، which is the strongest type of cartilage in our body. الحاجة التانية it allow limited movement، هتسمح بالحركة، هي مش حركة كبيرة قوي لكن هتسمح بليميتد موفمنتس. It rarely ossifies، دي بقى permanent joint، دي الفرق الكبير ما بين primary و secondary، ان primary cartilage joint usually ossify with age، اما secondary cartilage joint it rarely ossifies، very rarely ان احنا نلاقي secondary cartilage joint بيحصل له ossification، وبالتالي these are permanent joints. افتكروا احنا قلنا على primary cartilage انهم ايه؟ temporary joints. secondary cartilage joint في حاجة كبيرة مهمة تميزه، mostly they are midline joints، يعني غالبا دول joints في midline في منتصف الجسم. ايه الاكزامبلز بتاعت السكندري كارتلاجين جوينت؟ اهم اكزامبل السكندري كارتلاجين جوينت هما الانتر فيرتبرال ديسكس بتوين ذا فيرتبرال بوديز، احنا قلنا بين الفيرتبرال بوديز في انتر فيرتبرال ديسك عبارة عن كارتلاج، فده اكتر اكزامبل واهم اكزامبل السكندري كارتلاجين جوينت، ذا انتر فيرتبرال ديسك بتوين ذا فيرتبرال بوديز. عشان كده قلنا ايه؟ قلنا ان لو الديسك ده اتحرك من مكانه وعمل انزلاق غضروفي بنسميه ديسك لانه هو اسمه انتر فيرتبرال ديسك، او بنسميه انزلاق غضروفي لانه حركه لهذا الغضروف اللي موجود بتوين ذا فيرتبرال بوديز. ده الاكزامبل الاهم ما بين البوديز اوف ذا فيرتبري، وطبعا دول في الميد لاين. طب عندي ايه تاني؟ سيمفسيس بيوبس. سيمفسيس بيوبس ده موجود فين؟ بتوين ذا بيوبيك بونز، دول الهيب بونز عظام الفخذ، في هنا مفصل بين البيوبيك بونز اوف ذا هيب بون، ده اسمه سيمفسيس بيوبس. اكزامبل التالت سيمفسيس منتاي، ده بيبقى في منتصف الفك السفلي، سيمفسيس منتاي في منتصف الفك السفلي، دايما منتل تعني التشين او الدقن، فاي حاجة ناحية الدقن بنسميها منتل. نمرة اربعة between the manubrium and body of sternum، احنا عندنا ده الاسترنم، والاسترنم formed of three parts، الابر موست بارت الجزء العلوي منه اسمه manubrium، الجزء الكبير بتاعه اسمه body، الجزء المدبب التحتاني ده اسمه xiphoid process، ففي joint بين المانوبريم والبودي هنا ده secondary cartilage joint، وفي joint بين البودي والزيفويد بروسس هنا
ده secondary cartilage joint. خدوا بالكم ان الجوينتس اللي between the different parts of the body of the sternum والسيمفسز منتاي والسيمفسز بيوبس وقبل كده الانترفيرتيبال ديسك كلهم موجودين فين؟ في الميدلاين. So they are mostly midline joints. ده النوع الثاني من الكارتلاجين جوينت, the secondary cartilage joint. نيجي للنوع الثالث والاهم والاكثر شيوعا في جسمنا واللي بيحصل في معظم الحركات, وهو ايه؟ السينوفيال جوينتس. The synovial joints are free removable joints, يعني دول الجوينتس اللي بيحصل فيهم الحركة. طيب عايزين نعرف what is the structure of the synovial joint. هنفترض دول two bones هيتقابلوا مع بعض وعملوا synovial joint ما بينهم. أول حاجة موجودة في synovial joint the articular cartilage. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي دي البون اللي هتدخل في المفصل وقصادها بون تانية تدخل في المفصل, لازم البون دي اللي هتشارك في المفصل والبون دي السطح ده اللي هيعملوا التحام مع بعض أو مفصل مع بعض لازم يتغطى بكارتلج, وهنسمي هذا كارتلج articular cartilage. يبقى الarticular cartilage عبارة عن كارتلج بيغطي سطح العظمة اللي هيشارك في المفصل او اللي هيتقابل مع عظمة تانية. يبقى اول حاجة موجودة في structure of the synovial joint the articular cartilage, بنقول covering the articular surface, السطح اللي هيعمل المفصل مع العظمة الاخرى. So these are the articular cartilage. تاني حاجة في the structure of the synovial joint, ان the synovial joint is surrounded all around by fibrous capsule. السينوفيال جوينت ده هيبقى متحوط بايه؟ فايبرس كبسول. كان بحط الجوينت جوه كوره حواليه, والكوره اللي حواليه اللي محوطاه دي الفايبرس كبسول. نمبر 3 هلاقي سينوفيال ممبرين. السينوفيال ممبرين ده هيعمل ايه؟ السينوفيال ممبرين اللي هو ده, من الواضح ان السينوفيال ممبرين بيبطن الكبسول من الداخل. يبقى السينوفيال ممبرين لاينز ذا كبسول فروم انسايد. السينوفيال ممبرين ده يعمل حاجه تاني. لو تاخدوا بالكم السينوفيال ممبرين هنا هيجي هنا يغطي البون دي. البون دي جوه الكبسول يعني جوه الجوينت, بس مش متغطيه بالارتيكولار كارتلج. فالحته البون اللي جوه الجوينت مش متغطيه بارتيكولار كارتلج نغطيها بسينوفيال ممبرين. عشان كده هنقول ايه؟ هنقول ذا سينوفيال ممبرين لاينز ذا فايبرس كبسول فروم انسايد and it covers the intracapsular non-articular bone. يعني هي بتغطي intracapsular يعني جوه الكبسول, non-articular يعني مش داخله في الارتيكوليشن. يبقى السينوفيال ممبرين بيعمل حاجتين مهمين, lines the fibrous capsule from inside and covers the intracapsular non-articular surfaces of bones. Number 4, the synovial joint is filled with synovial fluid. مليان في كل الكوالي كافيتي, المنطقة دي كلها دي الكافيتي بتاعته, وهيبقى مليان بسينوفيال فلويد. ناخد بالنا ان السينوفيال جوينت هو النوع الوحيد من الجوينتس اللي ليه كافيتي. يعني في الفايبر جوينتس او الكارتلاجنس ما كانش فيه كافيتي, ولكن السينوفيال جوينت هو الجوينت الوحيد اللي ليه كافيتي. So the cavity of the synovial joint is filled with synovial fluid. طيب واحنا بنتكلم على السينوفيال جوينت بنقول احنا قلنا ان هو surrounded all around by capsule. ده كبسول may be thickened to form capsular ligaments. يعني ممكن الكبسول يتخن في بعض المناطق عشان يعمل أربطة, وبالتالي والأربطة طبعا دي بتبقى مهمة جدا عشان تمنع هذا المفصل ان يحصل له مشكلة او ان هو يحصل له خلع, بتساعد على تثبيت المفاصل. So the capsule may be thickened to form capsular ligaments. ممكن يعمل لي ligaments عبارة عن تخانات في الكبسول تعمل capsular ligaments. The accessory ligaments may be outside the joint. يعني ممكن الاقي ligaments خارج المفصل خارج الكبسول, دي هتبقى extra capsular ligaments زي medial and lateral collateral ligaments of knee. يعني عند الركبة في رباطين من الداخل والخارج, الرباط الداخلي للركبة والرباط الخارجي للركبة, دول بيعتبروا accessory ligaments outside the joint. وأيضا في مفصل الركبة عندنا ligaments inside the joint زي الكروشيت ligaments inside the knee joint.
دول برضو اكزامبل لليجمنتس بس دول جوه الكبسول انترا كابسولار ليجمنتس زي كروشيت ليجمنتس او الرباط الصليبي اللي موجود جوه الركبه. يبقى معنى كده ان الليجمنتس اللي ممكن تكون عندي في المفصل ايه؟ اما تكون تخانات في الكبسول نفسه فسميها كابسولار ليجمنتس، واما تكون ليجمنتس اوتسايد ذا كبسول هتبقى اكسترا كابسولار ليجمنتس زي الميديال واللاترال كولاترال ليجمنتس اوف ذا ني، او تكون انترا كابسولار ليجمنتس جوه الكبسول زي الكروشيت ليجمنتس انسايد ذا ني جوينت. طيب تعالوا نرجع مع بعض كده للستراكشر اوف ذا سينوفيال جوينت تاني ونحاول نفتكر ايه الاجزاء اللي احنا قلناها عليه. قلنا لو تفتكروا كده ان اول حاجه هنقابلها ايه؟ ايه اللي مغطي الارتيكولار سيرفيسز؟ قلنا اللي هيغطي الارتيكولار سيرفيس زي ما اتفقنا، انا لو عندي هنا ادي الارتيكولار سيرفيس، الارتيكولار سيرفيس هيتغطى بايه؟ هيتغطى بالكارتج، ده ارتيكولار كارتج. طيب لو بصينا على الجوينت، ايه اللي محوط الجوينت فروم اوتسايد؟ ذا جوينت از سراوندد فروم اوتسايد باي ايه؟ قلنا ايه اللي بيحوط الجوينت فروم اوتسايد؟ ذا جوينت از سراوندد باي ذا جوينت كبسول. طيب تالت حاجه قلنا ذا كبسول از لايند باي ستراكشر فروم انسايد، ايه الستراكشر لايننج ذا كبسول فروم انسايد؟ ذا كبسول از لايند فروم انسايد باي ذا سينوفيال ميمبرين. وقلنا اخيرا الجوينت لي كافيتي اند ذا كافيتي تو ذا جوينت كافيتي از فيلد وذ ذا سينوفيال فلويد. طيب ده الستراكشر اوف ذا سينوفيال جوينت زي ما اتكلمنا فيه. طبعا الشولدر جوينت ده اكزامبل مهم جدا للسينوفيال جوينت، هنلاحظ فيه برضو ادي الارتيكولار كارتليج كفرنج ذا ارتيكولار سيرفيسز، ده الارتيكولار كارتليج، هنلاحظ فيه الفايبرس كبسول سراوندينج ذا جوينت فروم اوتسايد، هنلاحظ فيه سينوفيال ممبرين مبطن الكبسول فروم انسايد، وزي ما اتفقنا هيبقى ليه كافيتي. بنقول ملاحظة إضافية كمان، some synovial joints contain intracapsular structures، يعني أنا كان بالستركشر العام اللي اتكلمنا عنه بالنسبة للسينوفيال جوينتس في بعض الإضافات. هنقول إن some synovial joints contain intracapsular structures، يعني في structures إضافية جوه الكبسول of the joint. الانتراكابسول structures هتكون حاجة من اتنين، يا كارتليج يا تندون لمصر. فممكن يكون جوه الكبسول كارتيلاجين ستراكشر اضافي هنسميه ديسك، هنسميه ديسك لو بنتكلم على الستيرنو كلافيكولار جوينت، يعني الجوينت اللي بين الستيرنوم والكلافيكل ده اسمه ستيرنو كلافيكولار جوينت، جواه كارتليج اضافي جوه الكبسول بنسميه ديسك. ونفس الكارتليج ده لو موجود جوه الني هنسميه منيسكس، يعني جوه الني بيبقى فيه كارتلج اضافي هنا وبيبقى فيه كارتلج اضافي هنا بسميه منيسكس. يبقى الكارتلج الاضافي اللي جوه الكبسول سميناه ديسك لو بنتكلم على الاسترنو كلافيكولار جوينت، وهنسميه اسم اخر منيسكس لو بنتكلم عن ني جوينت، ولو بنتكلم على الشولدر جوينت مفصل الكتف او الهيب جوينت مفصل الحوض زي هنا هسميه ليبرم. ليبرم يعني شفه، الشفة دي او الليبرم هنلاقيها موجودة in the hip joint او in the shoulder joint. So some synovial joints may contain intracapsular structures. الانتراكابسول ستراكشر اضافي اللي ممكن نلاقيه جوه الجوينت قلنا قد يكون كارتلج زي الاسترنو كلافيكولار جوينت، وشفنا فيه كارتلج اسمه ديسك، او في الني جوينت قلنا هنسميه منيسكس، او في الشولدر والهيب جوينت هنسميه ليبرم. ممكن الانتراكابسول ستراكشر الاضافي ده يكون تندون اوف ماسل، تندون اوف ماسل يعني هيكون وتر عضله زي اللونج هيد اوف بايسبس. البايسبس هي العضله اللي في الفرونت اوف ارم، ولانها ليها تو هيدز فهي اسمها بايسبس، باي يعني تو، سبس يعني ليها تو هيدز، ليها لونج هيد وشورت هيد. اللونج هيد بتاعتها بتبقى جوه الشولدر جوينت. يبقى الاكزامبل الثاني للانتراكابسول ستراكشر ممكن الاقيه جوه الجوينت هو التندون اوف لونج هيد اوف بايسبس انسايد ذا كبسول اوف ذا شولدر جوينت. طيب نيجي بقى الموضوع مهم جدا، احنا عرفنا الستراكشر اوف ذا سينوفيال جوينت، محتاجين نعرف ذا تايبس اوف ذا سينوفيال جوينت.
The synovial joints are classified according to the axes around which the movements occur. يبقى أول فاكتور بيحدد لي أنواع synovial joints هما المحور اللي بيحصل عنده الحركة. وأيضا according to the shape of the articular surface. وكمان العامل الثاني اللي بيحدد أنواع synovial joints هو شكل الarticular surface أو البون اللي هيعمل هيشارك في المفصل. أول نوع من synovial joints اليوني axial joints. يوني يعني واحد، axial يعني الحركة في محور واحد، فلو الموفمنت around one axis هنقول ده يوني axial joints. لو الموفمنت around two axes، لو حركة المفصل في محورين، هنوصف الجوينت ده ونقول باي axial joints. لو المفصل ده بيعمل حركات في أكتر من محورين هنسميه مالتي أكزيال أو بولي أكزيال جوينت، عديد المحاور، movement around more than two axes. يبقى يوني أكزيال جوينت movement around one axis، باي أكزيال جوينت movements around two axes، مالتي أكزيال أو بولي أكزيال جوينت movements around more than two axes. هنبتدي نتكلم مع بعض على اليوني أكزيال joints. فأول نوع اليوني أكزيال جوينتس يعني الحركة هتكون في محور واحد. الإكزامبل هنا إيه ونشوفه مع بعض. Movements occur around one axis only، عشان كده سميناهم يوني أكزيال جوينتس. أول نوع في اليوني أكزيال جوينتس هو الهينج جوينت. هينج يعني مفصلي. هنا الحركة أخبارها إيه؟ Movement across transverse axis، الحركة حوالين محور عرضي زي الإلبو جوينت. يعني أنا لو جيت شفت الإلبو جوينت، الإلبو جوينت أنا هعمل فيه إيه؟ Flexion وإكستنشن، Flexion وإكستنشن. ففي محور عرضي بعمل عنده الحركة، وبالتالي هسميه هينج جوينت. الحركة في محور عرضي زي الإلبو جوينت، وهو عشان كده هيسمح only بفليكشن اند اكستنشن. It allows only flexion and extension. يبقى اول نوع من انواع اليوني اكزيال جوينتس اللي الحركه فيها في محور واحد فقط هو الهين جوينت. الهين جوينت بيعمل حركه حوالين محور عرضي زي الالبو جوينت، بيحصل فيه ايه؟ flexion and extension، محور عرضي وبعمل عنده flexion واكستنشن وبس. النوع التاني من اليوني اكسيال جوينتس ده بسميه ايه؟ ده بسميه pivot joint، rotation across longitudinal axis. ده allows only rotatory movements. زي ايه؟ زي superior radio ulnar joints. في مفصل ما بين، او في كذا مفصل ما بين الريديس والالنا، اسمهم radio ulnar joints. بعمل فيهم ايه؟ الحركة دي اللي هي البرونيشن، والحركة دي اللي هي السوبينيشن. في البرونيشن اند سوبينيشن المحور طولي وبلف حواليه كده، اذا الحركة حول محور طولي، عشان كده سميتهم pivot joint. الاكزامبل هو الراديو ulnar joints، وايضا كمان الميديان اطلانتو اكسيال جوينت. دول ايه دول؟ دي الفيرست سيرفايكال فيرتبرا اسمها اطلس، ودي السكند سيرفايكال فيرتبرا اسمها اكسس. الاكسس دي بتطلع عظمه كده، والاطلس بتلف حواليها، فكان الاكسس كده والاطلس بتلف حواليها. اذا في محور طولي بلف حواليه. ده اللي بيحصل لما بعمل الحركه دي، لما بلف براسي كده او بلف براسي كده، بيحصل حركه طوليه او حركه حوالين محور طولي. يبقى لو الحركة حصلت حوالين محور واحد بس حوالين longitudinal axis أو محور طولي هسميها pivot. قلنا الإكزامبلز بتاعتنا هي radio ulnar joints اللي بنعمل عندها حركات البرونيشن والسوبينيشن، وأيضا الميديان أطلانتو أكزيال جوينت اللي هو هيكون ما بين الأطلس and axis which are the first and second cervical vertebrae. ممكن مع اليوني اكزيال جوينت نحط الني جوينت. الني جوينت ده بنعتبره باي كوندايلر جوينت او موديفايد هينج. يعني ايه؟ هو الني جوينت احنا بنعمل فيه ايه؟ بنتني الني فليكشن وبنفرد الني اكستنشن. ولكن مع الفليكشن اكستنشن هنعرف بعد كده بالتفصيل ان بيحصل سلايد روتيشن، حركه مكمله للعظام في الحركه بتاعتها عشان تكمل الحركه.
بيحصل سلايت روتيشن، التيبيا تلف ميديالي سنه ولاترالي سنه. طب وبعدين نسميه ايه؟ ني جوينت، لانه حصل فيه فليكشن واكستنشن بس سميناه ايه؟ هينج. بس عشان شويه الروتيشن الاضافيه اللي حصلت فيه سميناه موديفايد هينج. يبقى النوع الثالث من يولي اكسل جوينتس هو الباي كوندايلر او الموديفايد هينج اللي هو الني جوينت. ذا موفمنت از مينلي الونج وان اكسس بس ذير از اولسو ليميتد روتيشن زي الني جوينت، بيحصل فيه فليكشن واكستنشن وذ سلايت ميديال اند لاترال روتيشن. يبقى ادي انواع اليوني اكسل جوينت، حركه حوالين محور عرضي يبقى هينج زي الإلبو، حركة حوالين محور طولي يبقى بيفوت زي الريديو ألنر والميديان أطلانتو أكزيال، أو حركة حوالين محور عرضي يضاف ليها سلايت روتيشن يبقى موديفايد هينج أو باي كوندايلر زي الني جوينت. طيب خلصنا الباي أكزيال، نيجي لليوني أكزيال، نيجي للباي أكزيال جوينتس. يعني باي أكزيال يعني هنا الموفمنتس اوكر اراوند تو اكسيز، الحركه في محورين. اول نوع من الباي اكسل جوينتس هما الاليبسويد. الاليبسويد بنقول الاكزامبل بتاعها هو الريز جوينت. طب هو في الريز جوينت انا بعمل ايه؟ لو جيت شفت الريز جوينت هعمل ايه فيه؟ هعمل فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن. يبقى في فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن. اذا الحركه هنا في محورين متعامدين على بعض، ده معنى كلمه الليبسويد. فالموفمنتس هتبقى ايه؟ فليكشن اند اكستنشن، وايضا هلاقي ابدكشن اند ادكشن. يبقى الليبسويد جوينت هيحصل فيه فليكشن واكستنشن في محور، ابدكشن اند ادكشن في محور اخر، وبنقول ايكوندايل ارتكليتس ويد ان اليبتيكال ديبريشن. يعني هيبقى فيه جزء بارز مدور كده هيعمل جوينت مع منطقه منخفضه هلاليه الشكل او بيضاويه الشكل، هي الاليبتيكال ديبريشن. فده شكل البونز اللي بتدخل في الاليبسويد جوينت. الاكزامبل الشهير عندنا هنا هو الريس جوينت. نوع تاني من الباي اكسل جوينت اللي برضو الموفمنتس اوكر اراوند تو اكسيز الكوندايلويد جوينت. الكوندايلويد جوينت هنا هنلاقي تو كونفكس سيرفيسز، هنا شكل الارتكليتنج سيرفيسز مختلف شويه. تو كونفكس سيرفيسز يعني سطحين محدبين، ارتكليتنج ويز تو كونكيف سيرفيسز سطحين مقعرين. طب ايه الموفمنتس اللي هنا؟ الموفمنتس فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن، نفس الكلام. يبقى الفرق ما بين الكوندايلويد واللي قبله اللي هو الاليبسويد في الحالتين فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن. بس كان هنا الارتكليتنج سيرفيس كوندايل articulating with elliptical depression، لكن هنا في الكوندايلويد two convex surfaces articulating with two concave surfaces. طب ايه الاكزامبل بتاعها؟ metacarpopharyngeal joints اللي هما فين؟ metacarpopharyngeal joints اللي هما هنا بين المتاكاربلز اند فالنجيز اللي هما دول، او اللي هما دول اللي بنسميهم الناكلز. طب هو هنا انا بعمل ايه؟ فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن، فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن. اذا موفمنتس ان تو اكسيز بيربنديكولار تو ايتش اذر. طيب يبقى احنا عرفنا في الباي اكسيال الاليبسويد والكوندايل. في نوع ثالث بقى يفرق عن ايه؟ عن دول في ايه؟ ان هيبقى في نفس الموفمنتس بس هنزود له حته روتيشن. النوع الثالث ده بنسميه سادل جوينت، كونكيف وكونفكس سيرفيسز ارتكليت توجذر. برضو هنا الموفمنتس هتبقى ايه؟ فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن اند روتيشن او اوبوزيشن، زي الكارب وميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب. هنا انا في الثامب بعمل ايه؟ بعمل ابدكشن وادكشن فليكشن واكستنشن، لكن لازم اعمل ايه فيه كمان؟ سلايت ميديا روتيشن. الميديا روتيشن ده اللي يساعدني ان انا اعمل الحركه اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي ايه؟ اوبوزيشن. لو ما عملتش في الثامب الميديا روتيشن لا يمكن اقدر اعمل الاوبوزيشن. اذا هنا في الكاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب بعمل فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن وسلايت روتيشن فور اوبوزيشن، عشان كده هنسمي الجوينت ده ايه؟ سادل جوينت. سادل جوينت الاكزامبل الشهير اللي ما يتنسيش كاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب.
يبقى عرفنا في الباي اكزيال عندنا ثلاث انواع. عرفنا النوع الاول اللي هو الاليبسويد جوينت في فليكشن واكستنشن وابدكشن ادكشن وبس زي الريز جوينت. النوع الثاني كان الكوندايلويد في نفس الموفمنتس وده هو الميتاكاربو فالينجيال جوينتس اوف ذا ميديال فور فينجرز. ثالثا عندنا السادل زودنا له شوية روتيشن ودي حاجة مخصوصة للثمب to perform the opposition فبيحصل فيه slight medial rotation. طيب النوع الثالث والأخير في synovial joints هم المالتي أكسل أو البولي أكسل joints. هنا the movements around more than two axes الحركة في أكتر من محورين. النوع الأشهر اللي يمثل البولي أكسل جوينت هو البول أند سوكت جوينت. A convex sphere articulates with concave depression زي هنا في الهيب جوينت والشولدر جوينت. الإكزامبلز هنا واضحين جدا وما ننساهمش. الشولدر جوينت مفصل الكتف والهيب جوينت مفصل الحوض. هنا في الهيب جوينت الهيد أوف فيمر very strong convex structure بيدخل جوه concave structure في الهيب بون. يعني هيبقى عندي convex structure هيبقى عندي convex structure داخل جوه concave structure بالمنظر ده. convex structure جوه concave structure واسمه بول and socket. بول and socket بالعربي دي معناها الكرة والحق. جاية منين التسمية دي؟ جاية من لعبة البيسبول الامريكاني لما واحد كده ماسك عصاية وبيضرب الكرة واحد بقفاز قدامه بيحاول ان هو يمسك الكرة. فمن هنا جات التسمية بول اند سوكت او الكرة والحق. زي ما قلنا كونفكس سفير ارتكريتس ويزي كونكيف ديبريشن. ايه الموفنس اللي بتحصل هنا عند الكتف او عند الهيب جوينت؟ all types of movements flexion and extension abduction and adduction medial and lateral rotation وحركة مجمعة اسمها circumduction. يعني لما اجي اشوف كده في الشولدر جوينت ايه الموفمنتس اللي ممكن تحصل؟ الموفمنتس اللي ممكن تحصل عندي ايه؟ الموفمنتس اللي ممكن تحصل في الشولدر جوينت هي abduction and adduction flexion and extension medial rotation and lateral rotation. ولما اعمل الحركة المجمعة لكل الحركات دي بسميها circumduction. يبقى تاني movements of shoulder joint عبارة عن abduction, adduction, flexion, extension, medial rotation, lateral rotation, circumduction. طب تعالوا نشوف movements دي in the lower limb, in the hip joint. In the hip joint ايه الحركات اللي هتكون عندي؟ هيبقى عندي abduction and adduction, هيبقى عندي flexion and extension, هيبقى عندي medial rotation لجوه, lateral rotation لبره, والحركة المجمعة بتاعتي هي circumduction. طيب فده الاكزامبل هنا هو البول اند سوكت جوينت. السؤال بقى هو ليه المفاصل دي بالذات هي اللي فيها اكتر انواع الحركات؟ بمنتهى البساطة لان مفصل الكتف ومفصل الحوض هما مفاصل التقاء الاطراف مع الجذع, اماكن التقاء الابر لمب واللور لمب with the trunk, وبالتالي لازم نديهم اكتر مجال للحركة عشان تدي حرية حركة للاطراف في الاماكن المختلفة. ده النوع الاساسي للبولي اكسل جوينتس. في نوع تاني بنسميه ايه؟ بنسميه plane joint. in the plane joint there is gliding flat articular surface يعني الأسطح اللي هتعمل joint مع بعض أسطح منبسطة أو flat. والإكزامبل بتاعها هو الأكروميوكلافيكلر joint. إحنا عندنا في الكلافيكل أدي الكلافيكل وده جزء من الاسكابيلا اسمه أكروميان بروسس. ففي joint بين الكلافيكل والأكروميان بروسس of the scapula اسمه أكروميوكلافيكلر joint. هنا الموفمنتس بتبقى least movable joints يعني هو دول اقل موفمنتس فيهم حركه. slight movement in all directions bones slide on one another non-axial joint. هنا ناخد بالنا من حاجه ان ممكن الحركات تبقى في جميع الاتجاهات ولكن من غير اكسس واضح. هو ايه الفكره فيها؟ ان المفصل ده اللي هو الاكروميوكلافيكر joint ده بيعمل slight
جلايدنج موفمنت، العظم بيتزحلق على بعضه عشان يساعد حركات الايه الشولدر جوينت، وبالتالي هو الليست موفبل يعني تقريبا ما فيهوش حركه، وحتى الحركه اللي فيه نون اكسل ملهاش محور حركه واضح، بيحصل فيه سلايد موفمنت ان اول دايركشنز، عشان كده حطيناه بولي اكسل. ذا بونز سلايد اون رازا، يا دوبك العظمه تتزحلق على العظمه الثانيه لكن ما فيش مجال واضح للحركه. لكن لازم نفضل فاكرين ان الاهم في المالتي اكسل جوينتس هما البول اند سوكت جوينتس. يبقى قلنا المالتي اكسل او البولي اكسل مين دي بول اند سوكت، والنوع الاخر اللي بنضيفه هو البلين جوينتس. زي ما قلنا ممكن يكون عندنا هين جوينت يوني اكسل جوينت حركه في محور عرضي، ممكن يكون عندنا بيفوت جوينت حركه في محور واحد ولكن محور طولي، ممكن يكون عندنا بولن سوكت جوينت. البولن سوكت زي ما قلنا ده كونفكس ستراكشر داخل في كونكيف ستراكشر. ممكن يكون عندنا جلايدنج موفمنت زي البلين جوينت، يا دوبك العظمتين بيتزحلقوا على بعض من غير اكسس واضح للموفمنت. ديز ار اكزامبلز للديفرنت جوينتس اللي شفناها. طيب تاني احب اكد عليكم، انا يمكن قلت الكلام ده قبل كده لكن احب اقوله تاني، ان انا بفضل او بقترح عليكم ان احنا نقتني الكتاب بتاع الانترودكشن تو اناتومي، هو كمعلومات مش محتاجين اكتر من معلومات واي حاجه لان معلوماته كافيه بالنسبه للانترودكشن تو اناتومي. يضاف الى كده ان هو المعلومات اللي موجوده فيه مكتوبه بلغه انجليزيه سهله وطريقه منظمه، موجود في جداول وفي صور واضحه جدا عشان تساعد كويس جدا في المذاكرة. حتى لو بتذاكر من كتاب تاني فده هيساعدك كتير قوي وانت بتذاكر عشان طريقة العرض بتاعته، وايضا لان كل الكلام اللي محتاج ترجمة سواء المصطلحات العلمية او الغير علمية هلاقي ليها ترجمة واضحة بدل ما ضيع وقت كتير قوي في البحث في الديكشنرز المختلفة، فده هيسهل كتير ويوفر وقت كتير. وايضا لان بعد كل شابتر هلاقي مجموعة من نماذج الاسئلة بتاعت الامتحانات السابقة حسب الطريقة الجديدة لوضع الاسئلة، هنلاقي مجموعة من الاسئلة تساعدني ان انا اقيم نفسي انا ذاكرت كويس الشابتر ولا لا، والاقي الاجابات لكل هذه الاسئلة، وايضا بعض الاسي كويشنز اللي جت في امتحانات قبل كده، ومع كل اجابة تفسير ليه احنا اخترنا الاجابة دي. وايضا هنلاقي كتاب مخصوص للاسئله بيغطي نسبه كبيره قوي من الاسئله، يخص الانترودكشن تو اناتومي ويخص الجنرال امبريولوجي، ده بيغطي جزئين من الاجزاء اللي علينا الانترودكشن تو اناتومي اند جنرال امبريولوجي. في كميه كبيره جدا من الاسئله سواء ام سي كيوز او اسي او كيسز عشان نبقى عارفين ايه الاسئله اللي ممكن نتسالها في الامتحانات المختلفه. وطبعا الكتاب ده زي ما بقول لكم بيغطي الانترودكشن تو اناتومي جنرال امبريولوجي، هنلاقي كمان كتاب اخر بعد كده لما نوصل للريجنال اناتومي ده بيغطي الريجنال اناتومي. الكتاب ده بالذات مهم لسبب ان الريجنال اناتومي دي اول مره تدرس حسب النظام الجديد في الجامعات المصريه في كليات الطب، وبالتالي ده تقريبا اول كتاب مخصوص بالنسبه للاسئله بتاعت الريجنال اناتومي، بيغطي اجزاء الريجنال اناتومي من اول جزء فيه لغايه اخر جزء، بيغطي المنهج بتاعه كله بالكامل، وفي كميه كبيره قوي من الاسئله هنقدر نلاقيها. زي ما قلت الكتب موجوده في المكتبات بتاعه طب عين شمس وايضا في مكتبه دار الطب اللي موجوده في القصر العيني. معلش انا بوقف عشان بس اكد كده، انا عارف الكتب دي هتساعدكم كتير. نكمل كلامنا في ما تبقى من موضوع الجوينتس. نيجي نتكلم على الفاكتورز افكتنج ستابيليتي اوف جوينتس، ايه اللي بيخلي الجوينت ده مستقر وثابت مش بيتخلع بسهوله. اول حاجه ذا شيب اوف ذا ارتيكولار سيرفيس، يعني شكل العظمه اللي داخله وبتشارك في تصنيع المفصل. يعني ايه؟ يعني لما الاقي كونفكس ستراكشر كبير داخل جوه كونكافيتي كبيره قوي المفصل ده هيبقى ثابت، زي الهيب جوينت مفصل الحوض الهيدو فيمر ده كونفكس ستراكشر كوره كبيره جدا داخله جوه كونكافيتي كبيره جدا. فلما يكون عندي كونفكس ستراكشر داخل جوه كونكافيتي عميقه في الحاله دي الجوينت هيبقى ثابت جدا، مش كده ما نسمعش ان واحد جاله خلع في مفصل الحوض. انما لما نيجي مثلا في الشولدر الكونفكس ستراكشر ده داخل جوه منطقه في السكابلا ويتش از شالو ضحله، وبالتالي معنى كده ان مفيش بروبر الاينمنت ما بين الكونفكس ستراكشر ده والكونكيف ستراكشر ده، وبالتالي سهل قوي ان الهيد اوف هيومرس دي تطلع من مكانها في السكابلا.
كان نسمع كتير قوي ان واحد جاله خلع في مفصل الكتف، لكن very rare ان احنا نسمع واحد جاله خلع في مفصل الحوض. يبقى اول عامل بيساعد على استقرار الجوينت هو shape of the articular surface. number 2 the strength of the capsule and the ligaments. يعني كلما كان الكبسول قوي جدا وكلما كانت الليجمنتس قوية جدا اللي بتحيط بالمفصل، طبعا ده بيديله ثبات او استقرار. انما لو الكبسول ضعيف او في فتحات كتيرة او الليجمنتس لو كانت ضعيفة، هذا المفصل هيبقى معرض كتير قوي ان يحصل فيه خلع. العامل الثالث the tone and action of the surrounding muscles. يعني لو المفصل ده محاط بمجموعة من العضلات القوية جدا هيبقى المفصل ده اكثر ثباتا، انما لو حواليه بعض العضلات الرقيقة او الصغيرة المفصل ده هيكون اقل ثباتا. The nerve supply to the joints بيوصل ازاي؟ هل المفصل بيحس؟ اه طبعا المفصل بيحس، في دليل على كده؟ اه طبعا في دليل. لو جبت واحد كده وقلت له غمض عينيك ومسكت ايده وتنيت مفصل الكوع، تتنيه وتفرده وتتنيه وتفرده، يعني جبت واحد كده تنيت له مفصل الكوع يتني ويفرد يتني ويفرد وهو مغمض، قمت قلت له قول لي بعد وانا واقف كده الكوع متني ولا مفرود؟ هيقول لي متني. اذا هو قدر يحس ان في حركة في المفصل او ان المفصل ده وضعه ايه. وبالتالي في nerve supply للجوينز. the capsule and ligaments are rich in sensory nerves. يعني capsule ligaments عندها وفرة من الأعصاب اللي بتحس الأحاسيس المختلفة. عندنا هيلتونز لو. هيلتون ده قال إيه؟ قال the nerve that supplies a joint also supply the muscles moving the joint. يعني النيرفز اللي هتغذي المفصل هتغذي كمان العضلات اللي بتحرك المفصل and the skin over the insertion of the muscle، وكمان هتغذي الجلد اللي فوق ال insertion of these muscles. ده هيلتونز لو. طيب نيجي نتكلم بقى على الليجمنتس او الاربطه بتاعه المفاصل. The ligaments are bands of dense regularly arranged connective tissue. يعني الاربطه عباره عن حزم سميكه من ال regularly arranged connective tissue، يعني نسيج ضم مرتب بوضوح that cross the joints هتعبر المفاصل and reinforce هتدعم او تقوي the articular capsule of the joint. يبقى الاربطه بتعبر المفاصل وبتقوي الكبسول بتاع المفصل. What are the functions of the ligaments? Connectable بتربط العظام مع بعض. Reinforce the joints بتقوي وتدعم المفاصل. Contribute to joint stability يعني هي اللي بتدي المفصل الاستقرار بتاعه. لو حصل تير تمزق في الليجمنتس these are referred as sprains. ده اللي بنسميه بالبلدي كده حصل جزع. نقول مثلا فلان رجله اتجزعت، ايه اللي حصل؟ الجزع ده عباره عن ايه؟ ده ليجمنتس ار تورن، حصل تمزق في الاربطه. ذا تيرز اوف ذا ليجمنتس هيل سلولي، يعني التمزق غالبا الالتئام بتاعه بيبقى بطيء لان الليجمنتس ار ريليتيفلي افاسكولار، يعني كميه البلاد فيسلز اللي بتغذي الليجمنتس نسبيا قليله جدا. واي منطقه ما بيوصلهاش البلاد بوفره مش هتلتئم بسرعه. ثانياً the torn ligaments predispose the joint to dislocation، يعني تمزق الأربطة قد يؤدي فيما بعد إلى خلع في المفصل. كده نكون خلصنا قصتنا النهاردة عن الجوينز. أتمنى أنها تكون كانت واضحة وثابتة ومفهومة بالنسبة لكم، وكده نكون خلصنا قصة الجوينز. مع تمنياتي ليكم بالتوفيق وشكراً.